ده ايه الصدفة السعيدة دي يا معلم أبو ضايع؟ مالكش فيه ياض. إيه اللي جابك هنا ياض عتيوي؟ أبداً. بس المعلمة سابت لي خبر إني هفوت عليها. تفوت عليها؟ ماشي. ما هو العين بقت فوق الحاجب وأنت ما بتقراش نشرة أخبار واللي علي علي. الله 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 الله. ده اللون الفرحي ده يا معلم أبو ضايع؟ واللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا إيه؟ مش واخد أنا منك على الحنية دي؟ فروش لك يومين يا حربي. بس يكون في علمك ان شويه الشلحفات اللي انت لاممهم حواليك دول كلهم رش ما يبلش. ابو ضايع وصل. افتح الاشاره ياض، افتح. اهلا معلم ابو ضايع. المعلمه موجوده؟ موجوده، الله يسلمك. ويسلمنا جميعا يا احلى زهر. يا اختي هما بيطلعوا امتى دول؟ اخسى عليك يا سحال بيخضك. سلامتك من الخضه يا بنت. جرى ايه يا سهره؟ هنقضيها سهره؟ قولي للبرنسيس ان المعلم ابو ضايع وصل لوحده. اهلا يا ابو ضايع. ادخل. تعالى اتفضل، واقف على الباب ليه زي الغريب. اتفضل يا حربي. وحشتيني يا برنسيس. وانت مش قوي. جبت الغله؟ اه يا برنسيس. بس استاذنك يعني تشوفي حرب عايز ايه؟ لانه شكله مستعجل وعلى سفر. والله ما ينفع اللي بتقوله ده يا معلم، ده انت الكبير بتاعنا. خلص انت الاول وانا هستنى. جرى ايه يا حربي؟ جرى ايه يا حربي؟ هنشقط لبعض؟ ما تشوف انت عايز ايه وتخلص. هات لي راضي يا بضاي. يا ابن سيسا قصدها يعني على الفلوس لمؤاخذه. ما انا فاهم يا عم المترجم، حد قال لك ان انا ما معيش لغه؟ امورينا يا ابن سيسا. الاراده ده الإيراد كله؟ كله يا برنسيس. عفارم عليك يا معلم. يا دوبك بقى تلحق تروح تنام عشان لازم تفوت عليا بكرة الصبح بدري عشان عايزة أفوت على البنك قبل ما أروح المستودع. طيب طيب يا معلم، يا دوبك أنت بقى تلحق كده إيه تروح عشان تنام بدري وتصحى بدري للمعلم. يلا أمشي يا برنسيس. طيب يا حربي، فروش لك يومين. سلام يا برنسيس. اسمح لي. اتفضل. ابو ضايع. اقعد يا معلمه. خد الباب في ايدك عشان بكسله اقوم اقفله. ما تهزرش مع ابو ضايع كتير، نبو ازرق. ما تخافيش عليا يا معلمه. تعال اقعد جنبي. قول لي بقى عملت ايه مع رشوان؟ كل خير يا ست الكل. لقيت له سكه؟ لسه شويه، بس انا يعني ليه عندك طلب؟ امر. دلوقتي احنا محتاجين لمخزن متطرف يكون بعيد عن العيون، واهم حاجه ان ما يكونش في اي حد من المنطقه يعرف مكانه. عندي حته مخزن مهجور وكبير وفي حته ما حدش يعلم عنها حاجه، في سقاره كنت ورثاه من جوزي الاولاني. لا، من جوزي التاني. هديك مفتاح. حلوة قوي، هاخد منك المفتاح وتديني كمان العنوان وهطلع انا الصبح انا والواد زن عينه، وان شاء الله يا معلمه ان شاء الله حقك هيرجع لك.